او يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. بصوا بقى، النهارده هنعمل حاجه كده اخر لذاذه، تحفه جدا. لو عندك كوب سميد وكوب سكر هتقومي تعمليها بكل سهوله وبدون فرن، من غير فرن ومن غير شوايه ولا اي حاجه خالص، حاجه كده ما شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونبدا وصفتنا. طاسه على النار سخنه فيها كوب سكر، هبتدي الكوب السكر ده هسيبه يتكرمل معانا. حاجة كده سهلة وسريعة جدا جدا، بس ما شاء الله الطعم حاجة كده روعة. السكر خلاص اتكرمل معايا، نزلت بكوبايه ميه، ميه بارده من الحنفيه عادي خالص. ولو حابه تضيفيها ميه سخنه مفيش مشكله، بس هطرطش معاكي وممكن تلسعك. فانا كده خلاص دوبت الكرمله بتاعه السكر في الميه، نزلت بكوبايه حليب او كوبايه لبن، كل ده والطاسه بتاعتي على النار. هنزل بقى بحوالي نص كوب زبدة، مش عندك زبدة ممكن تستخدمي البديل زيت او سمنة مفيش اي مشكلة خالص، انا كانت متوفرة عندي الزبدة فحطيت زبدة. زي ما حضراتكم شايفين كده نص كوب زبدة. من فضلك اذا اول مرة بتشوفي قناتي تعجبك فيديوهاتي، لايك وشير واشتراك وكومنت كده حلو منك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وحصري. هبتدي بقى اقلب كده على النار لحد ما الزبدة تدوب معايا. زي ما حضراتكم شايفين كده هبتدي بقى انزل بكوب سميد، لو عندك دقيق سميد انزلي بكوبايه، لو ما عندكيش هاتي كيس جاهز زي ما انا اشتريت كده وجبت كيس جاهز وعملته ونزلت على الخليط وهو سخن. ما تقلقيش خالص اذا الخليط سال منك وبقى سايب في بعضه كده، لا ما تقلقيش خالص، هيلم وهيبقى عامل زي العجينه دلوقتي وهيتقل معاكي. وانا هوريكي دلوقتي القوام المظبوط اللي حضرتك يعني تنفذيه، وان شاء الله باذن الله تطلع معاكي تحفه جدا وسهلة وسريعة ومنجزة وحاجة كده يعني جميلة خالص خالص خالص. من فضلك امشي بس على الخطوات دي والطريقة وان شاء الله بإذن الله تعجب. بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده هتلاحظوا ان الخليط ابتدى يتقل معايا بعد ما كان عبارة عن مية يعني سايل في بعضه خالص، لا ابتدى يلم معايا هو وابتدى يتقل معايا، ولسه مش ده القوام اللي انا عايزاه. هتشوفوا دلوقتي القوام المطلوب. زي ما حضراتكم شايفين كده القوام ابتدى يتماسك معايا ويتقل، قرب خلاص على القوام المظبوط. زي ما حضراتكم شايفين كده بصوا القوام ما شاء الله بدأ يتقل خالص معايا اهوت كده خلاص
انا كده كل دوت موطية النار ومهدية علشان دي السميد يستوي معايا وتبقى بسبوسة طعمها حلو جدا. عملناها على البوتاجاز من فوق ومرملة ودايبة وحاجة خطيرة. زي ما حضراتكم شايفين كده، بصوا الخليط كل مدى عمال يتقل معايا، وفي نفس الوقت دي السميد سايباه على نار هادية بيستوي عشان ما يبقاش عامل زي العجين كده. خلاص ما شاء الله كده القوام المظبوط. هبتدي اجيب بايركس، صينية او بايركس اي حاجة عندي، هبتدي انزل بالخليط ده كده. شايفين شايفين القوام؟ هبتدي انزل في الصينية بالبسبوسة اللي انا عملتها دي وافردها واسيبها على جنب تبرد زي ما حضراتكم شايفين. بصوا انا كده بعمل اهوت في البايركس اللي عندي، بفرد البسبوسة وهبتدي اعمل معاكم الطبقة التانية. بسويها كده ما شاء الله تحفة جدا، جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. يلا بينا، في نفس الطاسة على النار، مش هنغسلها ولا اي حاجة. هنعمل فيها ايه؟ يلا بينا عشان اقولكم. الطاسة جت معانا هي زي ما حضراتكم شايفين، هبتدي انزل بثلاث معالق دقيق. لو حابة حضرتك تحطي بدل الدقيق نشا مفيش اي مشكلة خالص، بس انا حطيت دقيق عشان اعمل طبقة كريمة ناعمة كده حلوة ما يبقاش ليها قشرة. انتوا عارفين ان النشا لو انتوا عملتوها بتبقى ليها قشرة زي قشرة خفيفة كده، فانا حبيت احط 3 معالق دقيق ومكعبين زبدة او 3 في طاسة على النار. هبتدي اشوح الدقيق ده كويس قوي لحد ما يعني يتشمع كده، يغمق حاجة بسيطة قوي. بعد كده هنزل بنص رطل حليب او نص كيلو لبن اي حاجة. طبعا هبتدي اقلب بقى، ادوب الدقيق في اللبن على البارد، طبعا الحليب ده بارد مش سخن. هبتدي بقى ادوب كويس قوي، ونزلت بحوالي 3 معالق سكر. هبتدي بقى ادوب المكونات دي كلها كده كويس قوي وهو على النار لحد ما الخليط يبتدي يتقل معايا وتبقى خليط كريمي. هبتدي بقى انزل بكيس فانيليا زي ما حضراتكم شايفين كده، وابتدي اقلب بقى كويس لحد ما يجي القوام المظبوط اللي انا عايزاه وهتشوفوه معايا دلوقتي. وعفوا انا زودت معلقتين دقيق كمان، بقوا 5 معالق مش 3، لان انا حاطه نص كيلو حليب. هنا كده الخليط تمام، هو ده كده القوام المظبوط زي ما انا بقول لكم كده. هبتدي بقى البسبوسه بردت معايا، هبتدي ولازم تكون البسبوسه بردت عشان ما تعجنش. نزلت عليها بالكريمه زي ما حضراتكم شايفين كده وفردتها كويس، وهسيبها تبرد في التلاجة مش اقل من 2 ساعة. بعدين هحط لها، هقطعها كده مربعات، وبعدين معايا بقى الفستق الكذاب، السوداني الكذاب يعني زي الفستق. ابتديت بقى انا كنت عاملاه، ان شاء الله باذن الله هبقى انزل لكم بحلقه ليه في رمضان ان شاء الله او قبل رمضان عشان تلحقوا تجهزوه. كل سنه وانتم طيبين باذن الله. وابتديت بقى احط كده زي ما حضراتكم شايفين، زينته على الوش كده، فعلا نفعني جدا الفستق الكذاب ده، وكان طعمه والله جميل جدا. جربوها على طريقتي ان شاء الله تعجبكم، حاجه كده خيال بتدوب في البق دوب. وبكده اكون انتهيت من حلقه النهارده، وانتظروني فيديو جديد، ومع الف مليون سلامه وشكرا للمشاهده. وما تنسوش تحطوا لي اللايك والكومنت كده منكم يفرحني، والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وحصري.